سعيد سعيد حالي حالي تذكرتني يا اسطى. خش خش يا نهار اسود. تعال 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 خش خش واحمي ظهرك احمي ظهرك. اوكي اوكي ويت سوري بس مش عايز لاي حاجه امسك فيها. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا بس لو اعرف الف لك. اوعى تلف له ليبوسك في بقك. ده المتحرش الرسمي بتاع الخطه ده تقريبا. وات؟ نو 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 ايوه يا مصري انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى انا ما بقتلش ولا انت صايم؟ انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر. المفروض تنط مع اتجاه الاتوبيس مش ضد اتجاه الاتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش. خلاص يا سعيد هو انا هعمل دكتوراه في النط. خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. صحيح في ده مدرسة النيل. يا الله مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه. ميرفت شغاله هنا. شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اوكي مدرسه النايل. يا اور سكول. ايه رايك؟ شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا؟ ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضرة النظر يصحى. ليه هو مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجين لا انا جاي لك. لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس. دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي كده. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه يعني فايكنج. فايكن ده انت فايكن نص عمرك. ابلا ميرفت ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لنيفين ابلا ميرفت بتقولي انها في الانجليش فولا. استني يا ورده قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي. انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها. كفايه انت فاكرها. اوكي؟ دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد المدرسه بالانجليزي. هي دي اللي بتعلم حماس اخوك. شوف كسد معاك ازاي؟ يا سيكس انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيتصلح. فظيعه في الانجليزي فظيعه. اوكي ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي فيزيتور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي يا انت الشاكت ايه؟ طبي. قلتي نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. مش هسيبها سعيد مصري. انا جاي هنا ام فيزيتور. قالت صح فيزيتور. انا سمعتها فيزيتور. انا جاي فيزيتور. انا انت قليل ادب. اوعى سعيد انا اتهنت هنا في المدرسه. انا رايح حمام فيزيتور. شيت
شت. انا زباله زباله زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله؟ طب يلا يلا يلا، بس اوعى تدوس في الميه. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع، اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده، من حضره الناظر. اه تمام، بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني، عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها؟ دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا يلا يلا. اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ نعم. اوكي، ممكن لحظه؟ اه تيك يور تايم. Oh my god! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! ها عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري، ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. بحالكم وافتح حالنا، انا جبت لكم ورق منين وجبت منين؟ الله يلعنكم ويلعن شغلكم ويلعن شغلكم. وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري سوري. مش هنا قبول الطالبات؟ المكتب اللي جوه. المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا رشا. بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني، شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. I'm sorry really. انا اسف. انا عذرك يا ابني، بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها، وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. يعني هو كده بقى الكلام يحلو. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. Just kidding with you. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني. انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا 5 دقايق وجاي لك. ايه 5 دقايق تاني؟ 5 دقايق؟ بسبورك يا بسبوري المصري. ابوس ايدك اخيرا حذافر. زفرني بقى مصر كمان. بتحبني؟ مستحيله اتخلى عن مصر. انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش مصر؟ بس مستحيله اتخلى عن مصر. مصر كمان لازم تحبني ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. ألف شكر. يو ويلكم. أنت مسافر برضو؟ يا أنا كمان مسافر. ورايح فين في أمريكا؟ رايح ولاية شيكاغو لأصحاب. شيكاغو؟ شيكاغو. شيكاغو. والنبي ما تلخبطش معلومات، أنا ما صدقت. إنما أنت رايح ولاية إيه؟ أنا رايح ولاية كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ آه آه آه. دي في الشمال. جنب شيكاغو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه. انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام؟ وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر وغلبت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. اوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي، واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطيء قوي هو. برضه. وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا، في اهم سؤال.
اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش. ودي برضو ليها ورقة؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابة نموذجية. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها عشوائية كده، عاملة روح كده، روح ايه؟ ايوه عاملة دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا، انا وضعي مختلف، انا مش هيسألوني كل الاسئلة دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I am American. ها ايه اللي عملتيه هنا ده؟ wait. I'm an American.